يعني الأولوية تبقى للعمال بالقانون وبالممارسة. في التدبير المفوض ملي كتاخذ شركة تعوض شركة فتعطى الأولوية لهؤلاء العمال، وهذا الشيء ماشي نظري، هذا الشيء ماشي نظري، كنقول لكم بالقانون في التدبير المفوض. هذا الشيء درناه في النظافة، شركات ديال النظافة اللي وصلوا ما كانوش من قبل، لا الشركة ديال كازا التكنيك اللي كاينة في السكنية، ولا شركة ديال شبوك اللي كاينة في اللي كاينه في معموره. هادو ماشي كانوا قبل منهم جوج ديال شركات اخرين، كانت اس او اس وكان سي جي دي ما، هادو ما الشركات اللي كانوا. فلما مشاو اوتوماتيكمون تاخذوا دوك العمال اللي كانوا كيشتغلوا. طبعا كناخذوا دائما لوائح، عند اللوائح كناخذهم عند سي ان اس اس، دائما اللوائح كناخذهم عند سي ان اس اس، كناخذهم عند الشركات لان هادو ملزمين بالتدبير الفوضي، يعطيونا هاد الوثائق فتعطى الاولويه للعمال. ولذلك انا اطمئنكم اذا اي حل في مجال ديال النقل، اي حل في مجال ديال النقل، العمال لا يمكن ان تضيع حقوقهم. قلناها لهم وقالها لهم السيد العامل وخبروهم الاخوان اللي كيتذكروا معهم، بل اكثر من ذلك هما انفسهم هاد العمال يتذكروا. لما كانت الهانه مشات الهانه وجات هاد، راه اول شرط جوج ديال الشروط مع الشركه، الخدمه تكون جيده والعمال ينالوا الحقوق ديالهم، هم يعرفون ذلك، يعرفون ذلك. وعده شركات تقول لك اسيدي لا ما خديناهمش، لان حنا من الشروط كنقولوا ياخذوا العمال. الشركه اللي كتقول لنا لما ناخذ في العمال كتقصف لابيل دور، ما كتبقاش في المنافسه، فكيبقاو فقط الشركات اللي قابلين انهم يعني يحافظوا لنا على العمال. طبعا لان فيه استقرار اجتماعي وهاد العمال عندهم تجربه، ويعني وكل شركه عندها طريقه التنظيم ديالها. ولكن انتم كتلاحظوا في المجال ديال النظافه الحمد لله عموما كاين واحد الانضباط وكاين واحد العمل جيد وكاين واحد التحسن على مستوى النظافه. وحنا كنتمناو ان شاء الله، نحن في مفاوضات باش نلقاو الحل القنيطريين، يعني تحت اشراف وزاره الداخليه مع السيد يعني العامل، كنشتغلوا باش ان شاء الله يكون الحل الذي يشرف القنيطريين ولا يضيع حقوق العمال. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.